طيب نبدأ بقى في القصص دلوقتي. هحكي لكم في السيف دكتور 4 قصص كلها حصلت معايا في الامتياز، منها قصص كنت انا صح فيها ومنها حاجات انا غلطت فيها. احنا قلنا السيف دكتور ده حاجتين، كريتيكال ايل بيشنت يعني في حالة طوارئ، وريد فلاجز. الكريتيكال ايل بيشنت هحكي لك فيه 3 قصص. اول حالة، ودي حصلت معايا اول ما نزلت الاستقبال في بداية الامتياز خالص، ست عندها 40 سنة جاي مش عارف تاخد نفسها، وهي داخلة كده من باب الاستقبال صوتها مسمع الاستقبال كله. لو انت سامعها من بعيد تقول الست دي عمالة تزعق ليه، او ممكن مثلا تقول ده هي عمالة تزعق كده او بتعمل الصوت دوت عشان بس تلفت نظر الناس او كده. وده اللي خلى الناس اللي واقفة في الاستقبال ساعتها كلهم يجيلهم انطباع كده ان الحالة دي سايكك. وسايكك دي زي ما هنقول مع بعض في الاستقبال، ده مصطلح كده في الاستقبال معناه ان دي ايه، حالة نفسية يعني، او بمعنى اصح بتدلع يعني او بتمثل او كده. فالمهم رحت اشوفها، فانا بسألها عن اسمها وسنها وكده، هي مش عارفة تجاوب عليا يعني مش قادرة تتكلم. فراح جاية فاتحة البوك بتاعها ومطلعة البطاقة يعني بتقولي ده اسم يعني او كده. فمثلا تخيل واحد مش عارف يتكلم مش عارف يقول جملة، دي حاجة. الحاجة التانية اللي كان جاي معاها اخوها، طب فين جوزها؟ جوزها متوفي تمام. اخوها تقول له مثلا روح اعمل لها تحليل او روح اعمل لها حاجة، مش عاوز يتحرك يعني، مش النوع اللي هو جاي قلبه عليها والكلام ده، لا يعني هو جاي يعني جاي بالعافيه. بعكس مثلا الحاله السايكك دي ما بقاش فيها حاجه اصلا، وايه وتلاقي خطيبها ولا حبيبها ولا جوزها يعني ايه هيتهبل يعني، تقول له اعمل حاجه هيجري ويعمل وكده. الحاجه الثالثه، عرفت ان هي مريضه ازمه وعندها جهاز جلسات في البيت وطول النهار عماله تاخد جلسات. لما لقيت نفسها مش متحسنه فقالت تيجي المستشفى. بالهيستوري دوت وال3 حاجات اللي انا قلتهم دولت، يعني استحاله حد بيحترم عقله يقول ان الحاله دي سايكيك او بتتدلع. اللي كان واقف ساعتها كنت انا واتنين زمايل امتياز ونايب الاستقبال. نايب الاستقبال ده كان نايب عصبيه. التلاته كان رايهم ان الحاله دي سايكيك ويعني ايه احطها على جلسه وخلاص. نايب البطنه ساعتها ما كانش موجود، كان صابح عنده امتحان الصبح فطلع السكن عشان يذاكر، وقال لنا ودانا رقمه وقال لنا لو في حاجه كلموني. فالمهم اتصلت بيه وقلت له ان في حاله كده الناس بتقول عليها سايكيك بس انا مش حاسس ان هي سايكيك، عاوزك تنزل تبص عليها. فالمهم يعني اصريت ان هو ينزل يبص عليها. لما نزل قال الحاله دي سيفير ازمه ونزل نايب الصدريه يبص عليها. نزلنا نايب الصدريه لما شافها قال الحاله دي يعني سيفير ازمه او ستاتس ازماتيكس ومحتاجه عنايه. فتخيل حاله الناس بتقول عليها سايكيك والحاله ديت محتاجه تخش رعايه، يعني حاله بتموت. هو ده الكلينيكال سنس اللي عاوزينه يبقى عندنا. حتى لو انت مش عارف الحاله بس في حاجه جواك بتقول ان الكلام ده مش راكب على بعضه، ان المريض دوت ما هوش مريح وما ينفعش اسكت عليه. طيب الحاله الثانيه، ودي برضو كانت في بدايه الامتياز، بنت عندها 18 سنه جايه هي وابوها مش عارفه تاخد نفسها تمام، دموع باينه في عينها وفي عين ابوها تمام، يعني واضح ان زي ما الناس بتقول انها سايكيك. دي امتياز صاحبنا دخلها قعدها وعمل لها جلسه، حتى كان نايب البطن قاعد، فنايب البطن هيقول لك ابص عليها ولا ايه؟ قال له لا يا باشا ده سايكك وايه ما تشغلش بالك يعني وكده. انا مش عاوزكم تستغربوا كلمه سايكك دي اللي بنقولها كتير يعني. انا اول ما كنت داخل الامتياز كنت واخد داخل جد بقى وفاكر يعني ايه كل اللي جاي الاستقبال دوت ده دول مرضى فعلا لازم يطلع عنده مرض عضوي. لكن بعد شويه يعني اكتشفت، يعني مش عاوز اقول لك ان 50% اصلا بيبقى اصلا حاجه نفسيه. وان شاء الله في فيديوهات الاستقبال هشرح لكم الموضوع السايكيك دوت بالتفصيل وانواعه وازاي تتعامل معاه في الاستقبال بطريقه علميه انسانيه. المهم بعد شويه والبنت قاعده على الجلسه ببص على وشها كده حاسس ان عضلات وشها بتتحرك بطريقه لا اراديه. فنادت على صاحبي وقلت له بص كده على وشها ازاي هي بتمثل وبتعمل الحركات دي. انا قلت لك انت مثل واعمل الحركات ديت بوشك مش عارف تعملها، طب ازاي هي بتعملها؟ برضه هو مقتنع ان هي سايكيك، وهي بالفعل في جزء كبير منها سايكيك. حتى لما سألنا عرفنا ان في مشكله بين ابوها وامها، بس برضه الحركات اللي بتعملها بوشها ديت تقول ان هي ان فيها جزء مش سايكيك. المهم بعد شويه تقريبا يعني البنت فقدت فينا الامل وخافت تروح في الرجلين، فاعترفت ان هي واخده سم. على طول بقى الدنيا اتقلبت وتحولت لمركز السموم. تخيل بقى دي لو كانت فعلا ناويه تنتحر وما قالتش كانت ماتت. وبعدين يعني طالما انت راجل لسه ميزو صغير ما تعرفش حاجه، ليه لازم تفتح صدرك ويا باشا ما تقومش يا باشا ده سايكيك وانا عارف والكلام ده؟ ما تسيبه يقوم يبص عليها، يمكن هو كان لو بص عليها كان عارفها. طيب الحاله الثالثه، ست 80 سنه
جاي للسيبال عندها ميلينا. الميلينا ديت اللي هي دم اسود في البراز، وبيبقى سببها ابر جي اي تي بليدنج، ده وري مريء مثلا او نزيف، يعني قرحه معده عملت نزيف او كده. ده غير البليدنج بالريكتم اللي هو بيبقى دم احمر في البراز، وده بيبقى بسبب لور جي اي تي بليدنج. المهم الحاله دي كشفه بره عند استاذ عندنا في الجامعه، وجايه معاها ورقه من الاستاذ دوت ان هي تروح المستشفى وتتحجز. مكتوب فيها حتى اسم النايب، يعني كل المطلوب منك تعمله انك هتنادي على نايب المتوطنه تعمل عليه كول، هينزل هيحجز هياخد الحاله يحجزها ويطلع بيها فوق. بعد ما تقف في الاستقبال شويه هتعرفوا ان اسهل حاله هتجيلك في الاستقبال هي الحاله المبعوته من حد من الصف عشان تتحجز. كل اللي بتعمله بتفتح الحاله وتسحب لها التحاليل والاشعه بتاعتها، وبتنزل النايب المطلوب، كان نايب العصبيه بتنزل نايب العصبيه، المتوطنه بتنزل نايب المتوطنه وهكذا. المهم استلها الضغط لقيته واطي شويه، عملت كول على نايب المتوطنه وخلاص، في دماغي بقى ان النايب هينزل يحجزها وخلاص، يعني الحاله دي ما فيش حاجه اعملها فيها يعني اكتر من كده. المهم بعد شويه نايب المتوطنه نزل فبيسال فين المعامل بتاعتها، قلت له ده انا لسه ما سحبتهاش. هو كان نايب محترم وانا عرفته ان انا لسه امتياز جديد، لسه ما اعرفش النظام ماشي ازاي وكده، فقعد يتكلم معايا وقال لي اي حاله طالما هتتحجز على طول تعمل تاخد الفيتال ساين كلها وتسحب لها المعامل والكلام ده، بحيث لما تنزل النايب ينزل يحجزها على طول. فالمهم قلنا للتمريض بقى يسحب لها المعامل، والنايب قعد في الاستقبال لحد ما المعامل تطلع، قال مش مستاهل يطلع وينزل يعني. فانا لقيته قاعد قلت اما اقف جنبه يعني كده ايه اتعلم منه، طالما هو نايب محترم وبيعلم اتعلم منه حاجه. فالمهم بعد شويه هو قاعد يشرح لي، لقينا ابن الحاله جاي بيقول ده نفسها عالي، فهو قال له ما تقلقش يعني ده عادي عشان عندها انيميا والكلام ده ما تقلقش. مفيش بعدها بدقيقه الحق يا دكتور، ده قطعت النفس خالص. راح جاي النايب اي مجري من على الكرسي وعلى طول شغل سي بي ار، بس للاسف الحاله ماتت. يا ترى الحاله ماتت ليه؟ وقف التسجيل وحاول تجاوب كده. طيب قبل ما اجاوبك اسمع القصه دي. بعد الحاله دي بيوم او يومين جالنا برضو الاستقبال، حاله 90 سنه وجايه برضو بميلينا. طبعا اول ما الحاله دي شفتها داخله الاستقبال على طول قمت اجري على طول، كلمت نايب البطنه ينزل يشوفها، وسحبتها المعامل وخدت الفيتال ساين، لان انا خلاص عندي انطباع ان اي حد كبير في السن جاي بميلينا ممكن يموت في اي لحظه. بس في الوقت ده ما كنتش برضو فهمت هو هي الحاله هتموت ليه، او ما ركزتش ان افهم الحاله هتموت ليه. المهم نايب البطنه نزل قال نزلوا نايب المناظير ولا نايب المتوطنه وخلاص على كده. بعد شويه الحاله برضو قرست في الاستقبال وماتت. المهم في اللحظه ديت كنت فاكر ان انا عملت اللي عليا، ان انا على طول نزلت النايب وسحبت المعامل وفيتلت الحاله وكل وعملت كل اللي في ايدي. تمر الايام والشهور، قول اكتر من سنه وانا في التكليف من حوالي شهرين كده، في مرور الدكتور الالفي كان معاه حاله انيميا، فبيسالنا يا اولاد ايه اول سؤال تساله لنفسك لما يكون معاك حاله انيميا؟ سؤال تساله لنفسك انك تقول الحاله دي هيمودايناميك ستيبل ولا لا، بمعنى صح الحاله دي دخلت في شوك ولا لا. لو لقيت الحاله ضغطها واطي ونبضها عالي اعرف ان هي داخله في شوك. لو لقيت البرفيوجن مش كويس، ما هيش مركزه، ايديها ساقعه، الكابيلر ريفيل قليل، اعرف برضه ان هي داخله في شوك. ساعتها افتكرت الحالتين دولت وعرفت هما ماتوا ليه. الحالتين دول ماتوا لانهم دخلوا بشوك، الحاله كانت بتشك قدامك وانت ما انتش واخد بالك. شوف انت مثلا موضوع زي موضوع الشوك ده هتدرسه في الفسيولوجي في سنه تانية، وهتدرسه في البطنه، وهتدرسه في الجراحه، وهتدرسه في النساء. ما البطنه والجراحه والنساء دول اكتر حالات بيجي فيهم شوك. فالشوك كنظري انت عارفها وحافظها كويس، لكن كعملي لو سالتك طول الست سنين دولت شفت كام حاله شوك في حياتك؟ ولا حاله. عمرهم هيجيبوا لك في الراوند مثلا حاله بتشك يقول لك شوف الحاله بتشك ازاي؟ اكيد لا. الواحد من كتر ما سمع كلمه شوك فاكر يعني ان حاله الشوك دي داخله الاستقبال كده بتقول يا جماعه انا شوك، الحقوني يا جماعه انا شوك. لا هو مش كده، الحاله جايه وقاعده على كرسي وقاعده بتتكلم معاها وكل حاجه وهي بتشك، ولو انت مش عارف تعرف تلقط الشوك الحاله هتموت منك. عذر الوحيد في الحاله ديت ان انا كنت امتياز، وامتياز يعني كل المطلوب مني ان انا فايتل الحاله واسحب لها المعامل واجيب النايب واتفرج النايب هيعمل معاها ايه، مش مطلوب مني اكتر من كده. طيب لما تنزل النايب والنايب نفسه ما يعرفش هتقول لي كده يبقى النايب هو اللي غلطان. النايب له نصيب من الغلط بس مش النصيب الاكبر. عارفين مين اللي يشيل النصيب الاكبر في الحاله دي؟ اللي يشيل الذنب الاكبر في الحاله ديت هي المنظومه التعليميه في مصر.
اولا يعني ايه طالب يقعد 6 سنين في الكلية من غير ما ينزل ورا مرة الاستقبال؟ ليه الاستقبال ده ما يكونش جزء اساسي من التعليم بتاعك، ما يكونش عليه الجزء الاكبر حتى من الدرجات؟ دي حاجة. الحاجة التانية، ليه الجامعة ما تاخدش عدد كويس من النواب؟ قبل ما تقول النائب ده غلطان، اعرف الوضع اللي كان فيه كان عامل ازاي. النائب ده كان نائب سينيور، الجينيور اللي معاه كان في امتحانات وقتها، فهو نائب واحد شايل الطوارئ والعناية والاسم في نفس الوقت. مش هقولك تخيل ان النائب شايل نبطشية رعاية وطوارئ في نفس الوقت، لا، هنفترض ان هو شايل الطوارئ بس. تخيل النائب لوحده شايل طوارئ مستشفى جامعي 24 ساعة لوحده. الطوارئ البطنة دي في منها بطنة رجال وبطنة حريم، المفروض هو موجود في الاتنين برضه في نفس الوقت، مفيش مشكلة. المفروض مفيش حاجة تخش في الاستقبال قانونا كده، ان اي حالة هتخش في الاستقبال لازم هو اللي بيشوفها، هو اللي بياخد فيها قرار، وكل حاجة ممضية باسمه هو. المفروض يبقى ال 24 ساعة دول قاعد مركز تماما، بياخد القرارات صح. لا، وغير كده بقى المفروض يعلمك انت كامتياز معاه. عشان كده بنقول للناس حاولوا من دلوقتي وانتوا في الكلية انزلوا الاستقبال وتتعلموا، بحيث لما تنزل الامتياز يبقى يعتمد عليك. طيب، احنا قلنا السيف دكتور دوت ليه معنيين. المعنى الاول ان هو يقدر يلقط العيان اللي في حالة كريتيكال، اللي هو كريتيكال ال بيشنت، وضربناه دلوقتي 3 امثله. المعنى التاني ان هو يقدر يلقط الريد فلاجز الموجودة عند العيان. طيب، تطبيقا بقى على كلمة ريد فلاجز، حتى نعمل لكم علامة احمر اهوت. الحالة دي قابلتني في اخر الامتياز في راوند الجراحة. الحالة جاية لنا الاستقبال وهي معاها اشعة بتقول ان عندها كولون كانسر، تمام. فكرة الحالة ديت ان انا سألت نفسي سؤال، قلت الحالة دي كانت ممكن تشخص بدري عن كده؟ في معلومة كنت قرأتها في كتب الريد فلاجز وكتب الاوتوسي بتقول ان اي مريض فوق ال 40 سنة جاي بتشينج ان باول هابت على طول تفكر في كانسر. يعني واحد طول عمره كان طبيعي، جه لما عدى ال 40 بدأ يجيله امساك او اسهال او امساك مع اسهال، ده على طول لازم تخاف من كانسر. ما تقوليش هنا ده ممكن يكون قولون عصبي، ما القولون العصبي بيجي كده، بس ده مش سن القولون العصبي. القولون العصبي بيبقى مثلا في الثلاثينات، تمام. وغالبا لو واحد مثلا عنده 40 سنة وعنده قولون عصبي، غالبا الموضوع بادئ معاه من الثلاثينات. لكن واحد طول عمره طبيعي يجي بعد ال 40 يحصل تشينج في الباول هابت، لا، ده على طول تخاف منه وتخاف من يكون عنده كانسر، تمام. فالمهم لما سألت الست ديت قالت ان هي من 4 شهور كان عندها امساك، امساك مزمن معاها، واخر شهر زاد عليها قوي، واخر اسبوع يعني زاد عليها جدا. وخلال ال 4 شهور دولت كانت كشفت مرة جراحة وقال لها ده عندك شرخ، وحتى كانت من مرة نزل كان في دم في البراز، فقال له يبقى عندها الشرخ، والشرخ ده هو اللي عامل لها دم في البراز، تمام. طبعا لفت على صيدلات برضو كتير وخدت أدوية مسهلة كتير. الفكرة هنا لو كان دكتور الجراحة اللي شافها كان في دماغه موضوع الريد فلاجز دوت والإمساك دوت ما عدهوش كده، وما قالش ده هو شرخ وخلاص وفسر بيه الموضوع، كانت ممكن الحالة دي تلحق بدري. مش بس كده، انا وقتها كتبت بوست على الفيس وقلت ان دور الصيدلي المجتمعي لو اتعلم اوتوسي صح وعرف الريد فلاجز وتعلم الحاجات دي زي ما احنا بنقول كده، مش عاوز اقول كان ممكن يفيد العيانه ديت اكتر حتى من الطبيب، لانه المريض هيروح اول حاجه، اول ما هيروح للصيدلي. يعني لو هو عندها امساك من 4 شهور اول واحده هيشوفها كان الصيدلي، ممكن بقى بعدها بشهر او شهرين يبدا يروح للطبيب. تخيل انت شكل الطب في مصر هيبقى عامل ازاي لو الصيدلي والطبيب بقى عندهم الفكر والوعي ده او السنس ده. الفيديوهات دي ممكن تكون موجهة مخصوص لطلبة الامتياز وطلبة الطب، لكن انا بحاول على قد ما اقدر ان اوجهها برضو لطلبة صيدلة وللصيادلة، بس دي عاوزة نوع خاص من الصيادلة، اللي هو الصيدلي اللي بيحب العلم، بيحب الكلينيكال، بيحب يفيد الناس. حالة زي دي لما تجيله هو على طول هيحولها لحد متخصص بيثق في علمه، فهو ماديا ما استفادش منها حاجة، لكن قدام نفسه وقدام الدكاترة هو عمل حاجة كبيرة جدا، هو ممكن يكون أنقذ حياة إنسان.